تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول اعتراض إيران أو اتهام إيران للأمم المتحدة بازدواجية المعايير فيما يخص رفع التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. طبعا هذه التصريحات تأتي في سياق المناكفات السياسية التي اعتادت طهران على اتباعها مع المملكة العربية السعودية بهدف تشوي صورتها أمام الرأي العام العربي والعالمي. ولكن في الحقيقة أن يعني رفع الدول التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تأتي وفق معايير تتبعها الأمم المتحدة، ومنها المراجعة لمسار الحرب في اليمن خلال عام كامل، وفي ضوء هذه المراجعة يتم اتخاذ القرار إما برفع التحالف العربي من القائمة أو ببقائه ضمن القائمة.